الأخ أبو أحمد يقول أنا موظف دائرة كهرباء، أروح إلى بيوت الناس، إحنا مكلفين على أنه نرفع التجاوز ونغرم المتجاوزين. يقول على بيوت الفقراء نروح، شو نسوي إحنا؟ نشوفهم متجاوزين هؤلاء. أخ أبو أحمد، أنت مسؤول، والمسؤول يؤدي وظيفته بغض النظر على أن هذا غني أو فقير. ليش؟ لأنه الغني والفقير لابد أن يراجعون وين؟ يراجعون مؤسسات الدولة. الدولة هي تسحب لهم كهرباء، تعطيهم إجازة، تعطيهم ميزانية، الدولة. أما أنا كموظف علي أنه أدي اللي واجب علي. نعم تأخذك العاطفة، ما أدري إيش، صحيح إحنا حسب تعبيرنا إحنا ناس وبشر عندنا عاطفة وعندنا رحمة، ولكن شنو اللي أسوي؟ أنا مأمور في أنه هذا الأمر أشيله، التجاوز أرفعه، الغرامة أضعها، ولا يكون فقط على بيوت الفقراء، بيوت الفقراء والأغنياء الكل يعني. فما يدعونه ويقول الله لا يعطيك العافية كذا، الله سبحانه وتعالى أخو يدري أنت وظيفتك هذه، وأنت مسؤول أمام القانون، أمام المجتمع، وأمام الوظيفة. فأنت على حال ما مقصر، وعليك أن تؤدي ماذا؟ عليك أن تؤدي وظيفتك. مثل شرط المرور يقول وخطية هذا سيدنا، هذا أبو الستوتة ما أدري مخالف وطايح كاسر لواحد، تجاوز عنه لأنه فقير. ما يصير، إذا هذا فقير وهذا فقير وذاك فقير، شو المجتمع شو راح يندار؟ فنعم الحكومة عليها أن تقدم خدمات، الحكومة عليها أن تعطي ما أدري امتيازات، تنطي هذه أمور ترتبط بالحكومة. أما أنا كموظف أنا ما أمثل، أنا ما أمثل حكومة، أنا أمثل على حال دور معين، وظيفة معينة، أسوي اللي علي. أما الأمور الأخرى ليس عليك شيء، قم بواجبك بغض النظر عن كل شيء آخر.